كتعرفوا الوزاره كتدخل في القطاع الفلاحي بصفه عامه في اطار مخطط المغرب الاخضر. في اطار هذا الاطار العام قطاع النخيل ومجال الواحات الوزاره وضع له نفس الوتيره بمجهودات اكثر وانجع، وبالخصوص بتكيف مع الواقع الواحاتي اكثر نجاعه. هناك إذن عقده او عقد برنامج كيتو شتوه ديال 7.8 واللي كيمتد من 2010 من بدايه المخطط حتى 2020، واللي كيهم في شق في عدة الشقوق دي يعني كاين الشق ديال اللي كيهم دعم القطاع النباتي بتكثيف الاغراس، وكم عارفين برنامج غرس النخيل ديال 3 مليون ديال الشتلات حتى 2020. هناك برنامج ديال كيهم الفاعل المتدخل، اي التكوين ديال الفلاحه، التنظيم ديالهم داخل تعاونيات ومجموعه ذات عنف الاقتصادي، الشيء اللي دابا رحنا واضعين. المجال الواحاتي كله من فيكي الى طاطا مقسم الى 23 ميدان تدخل ديال 23 مجموعه ذات نفع اقتصادي. كل الاقاليم يعني عند التنظيمات ديالها في هذا الاطار هذا. وضع فيما يخص التثمين، وضع وتحمل نفقات الشبكه الوطنيه ديال هذا المجال كله ديال التبريد والتخزين. تعرفوا بان هذا واحد من الاسباب يعني غياب هذا الامكانيه ديال التخزين كيجعل ان هذا الخلل ما بين الانتاج وما بين الحاجيات كيعرف المغرب وتيرته القصوى في خلال شهر رمضان اللي كنضطروا فيه للاستيراد 45000 طن في الامكانيه، ولكن الانتاج كيجي دابا ورمضان من دابا عده شهور كيخص فين يتخزن هذا المنتوج. وبما ان الفاعلين التكلفه ديال التخزين تكلفه مهمه كيفضلوا يخزنوا يعني المنتوج اللي كيمكن له يتحمل هاد النفقات. لحد الان كيعتنوا بالخصوص نقولوا بالمجهول وبعض الاصناف يعني في بوفكوس او بوزكي واحد 15000 طن كنضطروا نستوردوا داك 30000 البقيه في خلال شهر رمضان. علاش؟ لان الانتاج دابا ها هو متوفر ولكن فين خصو يتخزن. عليها من المحاور الاساسيه ديال المخطط تمكين وتجهيز هذه المنطقه الواحاتيه، هذه 23 جيو جروبمون تي ايكونوميك من فيكيك الى طرا كلهم بمخازن للتبريد. الان حنا في الشطر الاول ديال 8800 طن تنجت منا وفي الاستغلال النص 4400، الاخرى ان شاء الله السنه المقبله. الشطر الثاني عاود غادي هم نفس الوتيره، والشطر الثالث باش نوصلوا في 2020 30000 طن، الشيء اللي غادي يمكن نسبيا بان يعني واحد العدد ديال التمور الان بسبب غياب هذا كضيع ما كان الفلاحه كيخزنوا شويه عندهم، ولكن الامكانيات كون كتشوفوا الطرق التقليديه ما كتسمحش باش تخزن كميات كثيره. المخازن الان ولكن ما كنوصلوش اننا نخزنوا 45000 طن. وزولات جديده في المجال الحياتي، اذا اكراهات زيد على ذلك الاكراهات اللي هادو كلهم كيأثروا كيجعلوهم يأثروا على الحياه ديال الانسان داخل اللوحه، كيضطر انه يبدا يد على المسائل اللي نقولوا غير منظمه وغير وهو الهجوم العمراني داخل التراب الواحات. الناس زمان الاجداد كانوا كيبنيو في القصور بجانب الواحه، كيخليو الواحه كما هي. في اليوم صباح الهجوم على الواحه، وهذا الهجوم كيؤدي الى اثر، بالخصوص البشر غادي كيستعمل المياه ملوثه تلوث المجال. كيخص اذا مشاريع تكون مصاحبه اولا محاربه هذا السكن داخل الواحه، وثانيا اعاده استغلال المياه من بعد تصفيتها في 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 استعمالات موازيه لتفادي اننا نلوثوا. اذا الاكراهات واقعيه ومع الاسف ماشي سهله، مسلسل طويل. اكراهات المجال الواحات راكم عارفين الاكراهات الاساسيه هي الاكراهات الطبيعيه. اول مجال يواجه اكراهات التغيرات المناخيه على مستوى الماء، ربما الندره الجوده ديالو غادي تبدل، يعني كيخص يعني هناك برنامج خاص
بالواحات اللي اكثر في عدد الثقاب يعني لي فوراج باش توجدوا. هناك برامج لتحسين استغلال هذا الموفور المائي بتحسين القنوات، قنوات التوزيع داخل الواحات، السدود التحويليه على باش ملي كتجي الحمله ما يمشي شيء. ذاك المغار في جهه كيداروا سدود باش اذا جات الحمله كتستفد منها الواحه اللي موجوده بجانب ذاك السد، وهكا غادي بتسلسل على مر الحمله باش. فاذا الماء بصفه عامه، التربة تواجه التصحر، تواجه انجراف الرمال وهجومها على الواحات، وتواجه الملوحة اللي كتزيد خصوص في لوبو ديال لي سيركوي ديال لي ريفيير تراديسيونيل. هناك الإشكالية عاوتاني الأساسية هي هذا يعني التداخل هذا المحاور، بالخصوص لا ديزارتيفيكاسيون مع لا سالينيتي، واحد العدد ديال الأنواع الحياتيه البيولوجيك ديسباريس، ما كيبقى لهمش لي كونديسيون ديال المعيشه. اذا لا بيوديفرسيتي التنوع البيولوجي كيقل. المناطق الاستهلاك في مراكش وفاكادير وفي الرباط وفي الدار البيضاء وتزيد 5 و10 درهم وتبيعها مزيان، لان هي غتكون زياده على حمولتها البيولوجيه العاديه. هناك واحد الشحنه نقولوا ثقافيه وايكولوجيه اللي غادي تمكن هاد الناس هادو اللي بعاد يستفدوا منها. فاذا هناك عدة مجالات اللي ديال التدخل، واللي الحمد لله الامور غاديه. قلت باقي المكونات ديال المخطط، هاد كاين هاد التكوين، كاين الغرس، كاين تنظيم وتجهيز المجال بهاد المخازن، وكاين الشق الاساسي واللي هو البحث ودعم البحث. هناك يعني المراكز الوطنيه وخصوصا المعهد الوطني اللي عنده برامج خاصه وزادت دعمت في اطار المخطط اللي كتلبي قطاع النخيل. بالموازاه مع هذا ما ننساوش بان الواحد ماشي غير النخل كيوفر المنظومه الايكولوجيه وكيخلق حوله امكانيه اننا نديروا ذاك كما كيقولوا لي تخوا زيتاج، لو بالمي لاربوريكولتور ولي كولتور انويل اون با زيتاج. هادو كلهم كيستافدوا من البرامج القطاعيه اللي دايرها الوزاره في كل ما يخص تربيه الماشيه، الاشجار المثمره، المنتوجات السنويه. وهناك التدخل الاخر اللي هو المنتوجات المجاليه لي برودوي تيغوار. مثلا المجال الواحاتي عنده واحد العدد ديال المنتوجات اللي يمكن لها تجيب واحد القيمه مضافه مهمه للسكينه، الحنة، الملوخية خاصة، الورقية إلى آخره، كلها مواد. جميع الخضر هنا إذا استطعنا أننا ننتجوهم ونتمنوهم بطرق معقلنة وتوضع في يعني في علاب أو في أشكال يعني داك الشيء على حقه وطريقه، كيمكن لك تبيع غدا خزو ولا اللفس.